السلام عليكم، رجعنا لكم يا ابطال مع اقوى سلسلات الدوريات في المدرب الافضل بالكامل. ان شاء الله النهارده جايين نتكلم وراجعين نتكلم عن التصفيات النهائيه بعد مرور 20 جوله بالظبط. ان شاء الله النهارده هيكون معانا الحلقه المرعبه جدا اللي هنتكلم عن كل الاحصائيات اللي موجوده داخل الدوري ده، من المتصدرين، من تنافس على الصداره، من قيمه فريق، من احصائيات، كل حاجه شامله الدوري هنتكلم عنها النهارده. وهل هيكون في دوريات قادمه ولا لا، كل ده هتعرفه في الفيديو ده. فانزل اخبط اللايك العنيف دلوقتي واشترك لو انت مره تتفرج علينا عشان تستفيد بكل ما هو قادم بإذن الله، وبينا ننطلق في الفيديو مع بعض. بص، في البداية كده عايز اقول لك ان انت لو شفت الفيديو الاخير على القناة بتاع تكتيك 4-4-2 فانت كسبت كتير جدا، اما لو فاتك الفيديو ده فصدقني انت فاتك كتير جدا، لان حاليا انا قلت لك ان 4-4-2 بي هو اقوى تكتيك في اللعبة على الاطلاق، من حيث نتائج كبيرة، من حيث تحديات ضد مدربين او حتى ضد كمبيوتر. فزي ما انت شايف قدرت اتفوق بنتيجة 5-1، طبعا الراجل اللي سجل او الكمبيوتر اللي سجل في الدقيقة 28، ثم انا رجعت بخمس اهداف على طول في الشوط الثاني، 13 تسديدة سجلت منهم 5، فبالتالي ده يبين لك قد ايه ان دقه 38% كويسه جدا مع تشكيله زي 4-4-2 بي، وكمان مع استحواذ 71%. ففي البدايه كده كنت لازم انبهك على التكتيك ده، عشان لو فاتك فانت هيبقى فاتك كتير جدا جدا جدا، وده كان بالنسبه لتكتيك 4-4-2. اما بقى لو حليتك انت او سبتك من الدوريات دي كلها او من التكتيكات دي كلها، فتعالى بقى يا سيدي لرياده الترتيب اللي مسيطر عليها محمد فيلر في المركز الاول ب 52 نقطه. الراجل اللي عامل اداء عظيم جدا الصراحة، 52 نقطة ده رقم مش عادي، ده رقم كويس جدا الصراحة من مدرب نورويتش سيتي. 52 نقطة في الصدارة، فارق نقطتين بس عن ويست بروميتش اللي في المركز الثاني ب 50 نقطة. ده يبين لك قد ايه ان الصراع الى الان ثنائي على الصدارة ما بين نورويتش سيتي صاحب المركز الاول ب 52، وويست بروميتش صاحب المركز الثاني وصاحب اقوى خط هجوم في الدوري كمان ب 61 هدف ومعاه 50 نقطة، فرق نقطتين بس. المركز الثالث على طول تلاقي محجوز باسم بيرنلي، مدرب اللي اسمه ابراهيم، 257 معاه 48 نقطة ومسجل 35 هدف، فارق نقطتين عن المركز الثاني واربع نقط عن المركز الاول، يعني شغل عالي جدا، تنافس ما بين الاول والثاني والثالث، بنتكلم في اربع نقط بس ما بين الثلاث مدربين، فشغل عالي جدا. على طول تلاقي شيفيلد يونايتد بالمدرب بتاعها زين زيدان 77، الراجل اللي فارق نقطة واحدة بس عن بيرنلي ويخش معاهم في الصراع، فارق خمس نقط عن الصدارة، يعتبر مش كتير. الراجل عنده فرصه كبيره جدا انه يرجع، لان الدوري لسه طويل جدا جدا حرفيا عبال ما يرجع ليه الصداره والكلام ده كله. بنتكلم ان في فرق ما بين الرابع والثالث نقطه واحده، وما بين الثالث والثاني نقطتين، وما بين الثاني والاول نقطتين. ايضا لو جيت للمركز بتاعي اللي في المركز الخامس هتلاقيني فرق نقطه واحده بس عن اللي فوقيه، فبالتالي ده يبين لك قد ايه ان الدوري ده مولع جدا ما بين المدربين وبعضهم. فحرفيا عايز تسميها حرب سميها، عايز تسميها حفله على الصداره، ان مين بيصارع مين ومين بيتكلم ومين بيحاول انه يصارع مين على المركز الاول او حتى على تبادل المراكز. حابب اقول لك ان خساره واحده بس كفيله ان هي تنزلك من ترتيب مثلا في المقدمه، زي مثلا ويست بروميتش اللي في المركز الثاني، هزيمه واحده بس تقدر ان هي تنزلها للمركز الرابع على طول، مركزين كاملين بهزيمه واحده. عندك مثال مثلا بيرنلي اللي لو خسر، او شيفيلد اللي لو خسر برده هينزل مركز سادس وهو مركز رابع، فبالتالي هينزل مركزين وهكذا، ممكن اللي في المركز السادس يكسب فيصعد مركزين او ثلاثة، بالتالي ده يبين لك قد ايه ان النقط متقاربة جدا ما بين المدربين. عندك بريستون بالمدرب بتاعها ميدو هيرو اللي في المركز السادس، فارق نقطتين بس عني وب 44 نقطة، ثم فارس احمد مدرب ساندر ايلاند ب 42 برضه فارق نقطتين في المركز السابع، ثم بقى محمد ياسر اللي في المركز التاسع اللي بعيد شوية، ثم زياد 18 اللي بعيد شويتين ثلاثة اللي في المركز ال 11، وده كان بالنسبة لترتيب المدربين. قيمة الفريق اللي زي ما انت شايف بقى ويست بروميتش اللي متزاعم صاحب اقوى خط هجوم في البطوله، يعتبر هو متزاعم ب 526 مليون في المركز الاول، متزاعم قياده الترتيب او مركز ثاني او وصيف قياده الترتيب في الدوري، ورائد او زعيم قيمه الفريق في الدوري ب 526 مليون، ومعدل قيمه لاعب 23 مليون. هو مش اعلى معدل قيمه لاعب، الفريق بتاعي هو اعلى معدل قيمه لاعب ب 25 مليون و7 من 10. بالتالي عندك واتفورد اللي المدرب بتاعها استقال بعد ما تلقى شويه
هزايم حلوين جدا، فبالتالي الراجل ما لقاش نفسه ضمن المنافسه مع انه كان مطور كويس جدا، فاضطر ان هو يستقيل. هتلاقي فريقي في المركز الثاني الثالث ب 488 مليون في المركز الثالث، معايا 19 لاعب ومعدل قيمه لاعب 25 مليون و7. المفاجاه تيجي هنا بقى، والمفاجاه تكمن في نورويتش سيتي. الراجل متصدر جدول الترتيب، هتلاقيه هو الرابع في قيمه الفريق، فارق عني انا بس كده 100 مليون كاملين ب 382 مليون. بيقبع يعتبر محمد فيلر في المركز الرابع ب 382 مليون عفوا، طبعا ومعدل قيمه لاعب 19 مليون في المركز الرابع. الراجل كويس، مش وحش، ولكن نظرا لان هو قياده الترتيب في الدوري، فبالتالي الراجل زعيم جدا على الاداء اللي بيعمله بقيمه زي دي، مع انه مش اغلى قيمه في الدوري، فبالتالي الراجل عامل شغل عالي جدا جدا. الهدافون طبعا مش مهم، يعني هتلاقي زياش مثلا من عند هال سيتي، الراجل اللي مسجل 17 جول، تمريرات الاهداف اللي من فريق بريستون، افضل اللاعبين زياش، اعلى التقييمات اعتقد هيبقى اوسمن من نورويتش سيتي. وكمان السلسلات هتلاقي بيرمنجهام بقياده زياد اللي بقاله 8 ماتشات انتصارات متتاليه، يا رب يعود يعتبر للمنافسه على الترتيب لانه بعيد شويتين ثلاثه. عندك الخديوي والراجل اللي ما خسرش من اول الدوري ولا مره، 20 مباراه متتاليه بدون خساره، الراجل عامل اداء عظيم جدا جدا جدا. طبعا اقرب واحد ليه هتلاقي فريقي ميدلسبيرر، الراجل اللي بقاله او فريقي اللي بقاله 15 مباراه برده بدون خساره، فاداء عظيم جدا. الاهداف الى الان اللي متزعمها وست بروميتش باقوى خط هجوم 63 هدف، يجي في حاله الدفاع تلاقي ان الراجل مستقبل هدفين بس بالنسبه لوست بروميتش. هتلاقي بريستول على طول في المركز الثاني ب 57 هدف مسجلهم كتاني اقوى خط هجوم وتاني اقوى خط دفاع، مشترك ما بين نورويتش سيتي صاحب الصداره وبرنلي اللي في المركز الثالث برده معاه مستقبل 8 اهداف زي ما انت شايف كده. وبالنسبه للاحصائيات فاحنا صارفين 21 مليار على الدوري في 1190 انتقال فقط، فبالتالي ده كان يعتبر الدليل الكامل للتصفيات النهائيه بتاعه القناه بعد ما مر منها 20 جوله كاملين، في انتظار 26 جوله كمان قادمين باذن الله باقيين من التصفيات دي عشان نعلن عن البطل والوصيف وفي المركز الثالث، ونبدا نوزع الجوائز اللي يعتبر هي اقوى جوائز في اليوتيوب كله في لعبه المدرب الافضل. فبالتالي حلقه اتمنى انها تكون عجبتك جدا. بالنسبه بقى للدوريات هنعمل دوريات ولكن مش دلوقتي باذن الله، نحاول ان احنا نصبر شويه بحيث ان احنا نفضي فتحات وفي نفس الوقت نخلص التصفيات النهائيه عشان خاطر يكون عندنا متسع من الراحه ان احنا نكون خلصنا امتحانات الاول عندي بالنسبه لي في الكليه، وكمان بالنسبه لحضراتكم تكونوا الناس خلصت التصفيات النهائيه دي ويكون عندها فتحات فاضيه ان هي تقدر تدخل تاني في دوريات قادمه باذن الله على القناه. اتمنى ان الفيديو يكون عجبك جدا، اتمنى انك تنزل تضغط اللايك العنيف دلوقتي دعما وتحفيزا لينا عشان نعمل دوريات واحنا متحمسين جدا لتغطيتها التغطيه الكامله بتاعتها. اشترك في القناه بالمره لو انت اول مره تتفرج علينا عشان هتستفيد بكل ما هو قادم باذن الله من دوريات والعاب وغيره. اشوفكم في فيديو جديد قادم مع تكتيك او تطوير قادش باذن الله بالليل. سلام عليكم.